زينب والحسن وحسين هاللي قلب حزين وعلى ولي وداع الويل اللي قلب تبجي وتلطم الايتا جرحك خلى بينا جروح ما تيهجع ولا تنتمي. لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم وتعجيل الفرج لولي الله الأعظم، طيبوا الأفواه وعطروا المجالس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. بلغ العلا بكماله حسنت جميعه خصاله كشف الدجى بجماله. صلوا عليه وآله. علي 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 علي. قيل لي قل في علي مدحا ذكرها يخمد نارا مقصدا، قلت لا أقدم في مدح امرئ حار ذو اللب إلى أن أبدا. والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعد وضع الله على ظهري يدا فأحس القلب أن قد برد، وعلي
وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يداه. علي يا علي، علي يا علي، قيل لي قل في علي مدائحا وإن أنا لم أفعل يقول معاند. وما صمت عنه الشعر عن ضعف هاجر ولا أنني عن مدغب الحق حائد، ولكن عن الأشعار والله صمت من عليه بني قرآننا والمساجد. فلو أن ماء الأبحر السبعة التي خلقنا مدادا والسماوات كاغد وأشجار خلق الله أقلام كاتب، إذا الخط أفناهن عادت عوائد. وكان جميع الجن وياي، وكان جميع الجن والإنس كتبا، إذا كل منهم واحد قام واحد. وعدوا جميعا من قبل بعد من قبل، لما عد من تلك المناقب واحد. أفضل الصلاة علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن والحسين، السجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والعسكري الحسن، والخلف الحجة. أفضل الصلاة. أبارك لكم أيها الإخوة والأحبة ذكرى ولادة إمامنا وسيدنا ومقتدانا الإمام بالحق من بعد أبيه والقائم بالأمر الإمام أبي محمد الحسن بن علي المجتبى عليه السلام. ومن الثابت تاريخياً أنه عليه السلام ولد في المدينة المنورة الطيبة ليلة الثلاثاء، وهي ليلة النصف من شهر رمضان المبارك عام 3 هجرية، وكانت ولادته المباركة
بالقرب من الفجر. ولد عليه السلام وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذه النبي صلى الله عليه وآله وفرح بقدومه المبارك فرحا شديدا، لأنه عليه السلام أول أولاد فاطمة عليها السلام، أقام المسنونات الشرعية عليه، أن أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وعق عنه كبشة وحلق رأسه الشريف وتصدق بوزن الشعر فضة وأكرم القابلة وسماه حسنة. ودعا له صلى الله عليه وآله قائلا: اللهم إني أعيده بك وولده من الشيطان الرجيم. أضف إلى هذا أنه عليه السلام عاش في كنف جده النبي صلى الله عليه وآله، وأحضان أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، وأمه فاطمة الزهراء عليها السلام، حتى إذا بلغ أشده كان صورة رائعة للإنسان الكامل، ونموذجا مثاليا للمسلم القرآني، وقدوة صالحة للأمة. فقد كان عليه السلام عالما عابدا سخيا كريما عطوفا حليما، من أفضل الناس خلقا وخلقا، وكان عليه السلام كثير الصلاة والصيام والحج والصدقات، حتى عرف عليه السلام ببحر الجود وبكريم أهل البيت عليهم السلام. لا يتسع المقام والإضبار أن نقف عند كل صفة من هذه الصفات أو نطيل المكث فيها، ولكن وما وراء ولكن سوف أحدثكم أيها الأحبة عن غيظ من فيض علمه، وعن غيظ من فيض عبادته، وعن غيظ من فيض سخائه وكرمه، وعن غيظ من فيض حلمه وتواضعه أو تواضعه وحلمه، وعن غيظ من فيض صفتيه الخلقية والخلقية. صلوا على محمد وآل محمد. أما علمه وعبادته فمن الثابت عقائديا أن العلم والعبادة صفتان متلازمتان في كل إمام من أئمتنا عليهم السلام، وإنما عنا الله تبارك وتعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما عنا بهم محمد وآل محمد. أحدهم يقول: غادرت الكوفة وجئت إلى مدينة رسول الله، ودخلت إلى مسجدها الأعظم وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرأيت الكثير من حلقات الدرس في المسجد الشريف. يقول: انضممت إلى حلقة من الحلقات وقطعت الحديث على صاحبها، قلت له: أخبرني عن الشاهد وعن المشهود. قال: أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم عرفة. نهضت من عنده وانضممت إلى حلقة ثانية وقطعت الحديث على صاحبها، قلت له: أخبرني عن الشاهد وعن المشهود. قال: أما الشاهد فيوم الجمعة، وأما المشهود فيوم النحر. نهضت من عنده وانضممت إلى حلقة ثالثة، ولكن وما وراء ولا رأيت صاحبها كالسيل العرم، وحوله وجوه الصحابة والتابعين، فما استطعت أن أقطع الحديث عليه. يقولون: يا إخوان، نبت ولا كالسعدان،
وأخ ولا كمالك. وعندنا مثل يتداول عندنا في الأوساط الشعبية يقولون مو كل قبة مزار، مو وما كل من حمل القنا طعن العدا، وما كل مصقول العقيق يماني. يقولون بعد مثل هذا المثل عند أهل الكويت الأعزاء الشرفاء، يقولون مو كل جوز، مو كل متلقم جوز، مو كل متلقم جوز. يقول فرأيت نفسي قزما عند أولئك الفطاحل والعظماء. يقول يوم انتهى من حديثه سألته أخبرني عن الشاهد وعن المشهود، قال أما المشهود أما الشاهد فجدي رسول الله. قلت له من أنت وما دليلك؟ قال أنا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما الدليل من كتاب الله قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأما المشهود فيوم القيامة. قلت له ما دليلك؟ قال قوله تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قام الرجل نهض من موضعه وغادر المسجد، يقول أنا وغادرت المسجد ولكن وقفت عند بابه. قلت للناس من صاحب الحلقة الأولى؟ فقيل لي عبد الله ابن عمر. من صاحب الحلقة الثانية؟ فقيل لي عبد الله ابن العباس. من صاحب الحلقة تلك؟ فقيل لي صاحبها الإمام ابن الإمام أخو الإمام الحسن بن علي الزكي المجتبى عليه السلام. قلت الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا غيظ من فيض ماذا؟ علمه، غيظ من فيض عبادته. فقد روى الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام، والباقر يروي هذه الرواية عن أبيه السجاد عليه السلام أنه قال كان عمي الحسن أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان عليه السلام إذا حج حج ماشيا وربما مشى حافيا. ومن الثابت أن إمامكم الحسن عليه السلام حج 25 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد معه. وكان عليه السلام إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهق يخشى عليه منها. وكان عليه السلام إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم. ما معنى اضطرب اضطراب السليم؟ أي من لذغته الحية أو العقرب. وكان عليه السلام إذا أراد الوضوء اصفر لونه وارتعدت فرائصه، فقيل له لم تعتريك هذه الحالة عند وضوءك؟ فقال عليه السلام حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد فرائصه. وما الوضوء إلا تقدم من مقدمات الوقوف أمام الله عز وجل. بعد قال وكان عليه السلام إذا بلغ باب المسجد رفع طرفيه إلى السماء قائلا يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء فتجاوز بجميل ما عندك على قبيح ما عندي يا كريم. أكمل لنا الرواية. يا إمامنا السجاد قال عليه السلام وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. هذا غيظ من فيض ماذا؟ عبادة. عالما عابدا سخيا كريما، للسخاء صوره عنده،
وللكرم صوره عنده، صورتان من السخاء وصورتان من الكرم، من سخائه وكرمه. قال: طرق بابه عليه السلام. الإمام يا إخواني بنفسه ما يخلي الخادم يروح يفتح الباب، لأنه عليه السلام يقول لي حاجة في نفسي يعقوب أبينها إليك أنا. الإمام بنفسه هو الذي يقوم يفتح الباب، فتح الباب وإذا بإعرابي يقف أمامه. قال: يا ابن رسول الله، لم يبق لي شيء يباع بدرهم، يكفيك منظر حالتي عن مخبري، إلا بقايا ماء وجه صنته ألا يباع، وقد وجدتك مشتري. أما قال إمامكم ومقتداكم علي بن أبي طالب عليه السلام: ما عرض الماء على عاقل فأبى. أي ماء هذا؟ ماء الوجوه. الإمام مضى بنفسه إلى الخزانة وأحضر منها 12,000 درهما وأعطاها لذلك الإعرابي قائلا له: عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، ولو أمهلتنا لم تمطري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. الصورة الثانية من سخائه: طرق بابه وقام لفتح الباب، يرى أمام عينيه أو أمامه إعرابي، ما يحتاج يحكي، ما يحتاج يتكلم، ما يحتاج أن يظهر للإمام معاناته أو ما هي حاجته. مضى الإمام إلى الخزانة وأحضر منها 500 دينار وأعطاها الرجل. قال: يا ابن رسول الله، ألا تركتني أبوع بحاجتي وأنشر مدحتي؟ فقال عليه السلام: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسل، لو علم البحر فضلنا إلينا لغاض من بعد فيضه خجل. صورتان رائعتان من سخائه، صورتان رائعتان من كرمه. سئل عليه السلام، سئل: لماذا نراك لا ترد سائلا ولو كنت على فاقه؟ عمي أنا ترى ما أبالغ، بس أنا هاي عقيدتي، أنت براحتك، ترى هذا القرآن كل الله منزل النبي محمد وآل محمد. لأن البشر الحقيقيين اللي الله خلقهم في قوالب بشرية راعيهم ماكو غيرهم ترى. لماذا نراك لا ترد سائلا ولو كنت على فاقة؟ لأنه إنما عنى الله بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هم أدلوا له هم. فقال عليه السلام: إني لله سائل وفيما لديه راغب، وإني أستحي أن أكون لله سائلا فأرد سائلا، وقد عودني ربي تبارك وتعالى أن يفيض نعمه علي، وعودته أو وعدته أن أفيض نعمه على الناس، فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة. ثم قال عليه السلام، اصبر أنا أبو الصلوات منك، ثم قال عليه السلام: إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فضل على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل. إمامكم الحسن كان يقبل ظاهر كفه إذا انصرف الفقير أو المسكين أو صاحب الحاجة من عنده. لماذا تقبل ظاهر كفك؟ فقال عليه السلام: لأنها لامست يد الله. عطنا صورة ثانية من كرمه. قال: قصده رجلا شريفا من أشراف قومه، وقف أمام الإمام عليه السلام. قال: يا ابن رسول الله،
أقسم عليك بهذه النعمة التي ما تليها منه بشفيع منك إليه، بل تحننا منه عليك، أو تحننا وتفضلا منه عليك. إلا ما أنصفتني من خصمي فإنه غشوم ظلوم، لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. كان الإمام عليه السلام جالسا متكئا، استوى جالسا، قال له: من خصمك حتى أنتصف لك منه؟ فقال: ذلك الشريف الفقر. الإمام نهض بنفسه وأحضر للرجل 20,000 درهم، حطها بيده، قال: أقسم عليك بهذه الأقسام التي أقسمت بها علي، متى جاءك هذا الخصم جائرا عليك إلا ما جئتني متظلما من حتى أنصفك منه. عالما عابدا سخيا كريما عطوفا، يا الله، عطوفا حليما، صور من صور العطف. مر عليه السلام على مجموعة من الفقراء قد جمعوا كسيرات من الخبز ووضعوها على الأرض، قد التقطوها من هنا وهناك وضعوها على الأرض. حين خلص أنا إن شاء الله ما أكون ضيف ثقيل، كل ليلة إن شاء الله أكون 45 دقيقة، ما أطول عليكم. إيه، وإحنا ترى مال وحسين، ترى هاي الجماعة جابينا مال وحسين، منا ما نعرف احنا مال وحسين. اقول لك عاد، قالوا: يا ابن رسول الله تفضل معنا. هل الإمام عليه السلام رفض الانقياد او الانصياع، او قال: مثلي لا يجالسكم، انتم فقراء؟ هل الإمام ازدراهم؟ هل قال: أنتم طبقة ضعيفة، أنا مثلي، أنا ابن رسول الله، أنا حاكم، أنا سلطان، أنا إمام؟ لا أبدا. نزل عن دابته وجلس معهم، أخذ يلاطفهم ويمازحهم، قال لهم: أنا هذه ترى محرمة علي، هاي الأكل محرمة ما أكل، لكن إيش رأيكم أنا أدعوكم إلى بيتي، تعالوا يا البيت. أخذهم إلى داره، أطعمهم كساهم، أطعمهم وأشبعهم وكساهم وأغناهم. شوف الرواية، أطعمهم وأشبعهم ثم شنو؟ وكساهم، وشنو بعدين؟ وأغناهم. أليست هذه أروع صور ماذا؟ العطف، تواضع. سخيا كريما عطوفا، هذا عطف. بعد حليما، احنا محتاجين للحل، الحل خصوصا في هاي شهر الله. الانسان اذا ما يفعل هذه العباده، اذا ما يفعل الانسان يدخ بالحياه يتعب. الحلم سيد الاخلاق. غلام للامام عليه السلام جنى جنايه توجب العقاب، جابوا اوقفوه امام الامام، قال: يا ابن رسول الله والكاظمين الغيظ، قال: كظمت غيظ، والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك، قال: والله يحب المحسنين، قال: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما أعطيك. الآن نأتي إلى آخر صفتين من الصفات، نطلع على الميلاد والجلوة. شوف الجلوة يا أهل الكويت شين وضحها، وإذا ما صارت خوش أقلب على مصيبة. زين، قال: من أفضل الناس خلقا وخلقا، من أفضل الناس خلقا وخلقا. الآن إحنا خلقا أحكي بيها، بها رواية يعتمدها العلمين الكبيرين من علماء الطائفة الصدق والمفيد رضوان الله تعالى عليه. خلقا وخلقا، خلقا صفاته أخلاقه، هذه مر بها مرت. الآن شوف هالوصف هذا الجميل للإمام الحسن، قال: كان عليه السلام صفته الخلقية أبيض مشربا حمرة. خلها الصور مخيلتك، تصور انت الان ابيض مشربا حمره، ادعج العينين،
سهل الخدين رقيق المشربة كث اللحية دا وفرة كأن عنقه إبريق فضة عظيم الكراديس بعيد ما بين المنكبين ربعة ليس بالطويل ولا القصير مليحا من أحسن الناس وجها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد واجعلنا من خيار مواليهم وثبتنا على ولايتهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم والحمد لله على دينكم وولايتنا بكم يا كريم. قال الراوي لما أراد الله عز وجل أن يهب لعلي عليه السلام وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى نبغى على شوية عاد أعلى شوية رحم الله والديكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي لما أراد الله عز وجل أن يغبى لعلي عليه السلام وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله وآله وسلم ابنهما البدر الزاغر والقمر المنير بحر الجود والعطاء وكريم أهل البيت الإمام ابن الإمام أخو الإمام الحسن الزكي والصبط المجتبى ثمرة قلب الزهراء عليها السلام ومهجة قلب المرتضى عليه السلام مجمع الفضائل والمكارم صبط رسول الله وآله وسلم. وكان مولده عليه السلام ليلة الثلاثاء وهي ليلة النصف من شهر رمضان المبارك عام 3 هجرية ولما تتابعت الشهور وقرب وضعها عليها السلام قالت ما مررت بحجر ولا مدر ولا شجر إلا ويغنئني ويبارك لي بهذا المولود المبارك لما له من الفضل والشرف وكنت أسمع منه وفي بطني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآله وسلم علي ولي الله بمحمد تختم النبوة وبعلي تختم الوصية وأنا وأخي الحسين والتسعة من ذريته خلفاؤه وأوصياؤه أفضل الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام فلما كانت تلك الليلة تساطعت الأنوار في داري
ونزلت جموع من الملائكة وكوكب من نساء الجنة وحوريات غاف بينما أنا كذلك إذ وضعت بولدي الحسن أفضل الصلاة غفر الله لكم ولوالديكم نلتم حظا وافرا من العبادة ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نور أبو محمد تلاله من عرش رب أبهر العالم جماله. مرت بكم صفته أبهر العالم جماله. هنب المختار واله نور أبو محمد تلال من عرش رب الجلال أبهر العالم جمال النبى المختار نور أبو محمد تلال من عرش رب الجلال أبهر العالم جمال هنب المختار واله هنب يلا نور 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 أبو محمد هلا 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 من عرش رب أبهر العالم هنب المختار إلا إلا لجت لنا وسيلة من عند رب البرية إلا لبلوار المشكر صارت الدنيا مضية بالحسن وضعت الليلة بضعة المختار طاغة الليلة يا شيع مضية والحسن زي الضواغة إلا لغي الزغرة الشفيعة ربك الباري عطاها بها جرة شوية جرت ون شوية الحسن ريحانة الغادي والسلالة الحيدرية نور نور أبو محمد إيه من عرش من عرش الليلة أي الأطوار القديمة الأولية الليلة 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 عند أم الأئمة فرح وسرور تغاني الليلة شمامة الهادي وضعت بحلو المعاني الليلة لو شفت البتولة حاملة إمامك حاملة إمامك ما يحتاج بعد الثاني عاد يلا الليلة لو شفت البتولة حاملة إمامك الثاني تحمد الله على السلامة وتشكر الله الغاشمية
وفرحت فاطم الزغرى وبالحسن وضعت الليلة، ظهر نور الحسن الأزهر وانشرح صدر البتولة، والاسم ربك اختاره وسجله وخبر رسوله. يلا شباب. وقال اسم الحسن الأزهر يا رسول الله وصفيه نور أبو محمد من عرش من عرش أبهر أبهر الليلة، رد الله البتولة ورد أبو محمد عليها وجا ساجد يشكر الله وشالت الزخرة بيديها وحضنته وظلت تشمه وبارك الجبار ليها، شرف الدنيا وغلغ الحسن هالليلة بمجية. بس ما حد قال لي أعد، يعني هذه عبارة ما هي خوش عدنا باب المجاملة. عاد أحسنت 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 أحسنت، لعله تروح لنا خسارة يا أخو. إلا لرد الله البتولة ورد أبو محمد عليها ووقع ساجد يشكر الله وشالت الزغرة بدغم وحضنته وظلت تشمه وبارك الجبار ليغ، شرف الدنيا وغلغ الحسن غلل بمجية. وطابت وفازت بضعة الهادي العفيفة، يلتي بشر قوم بشر كل عفيف وكل عفيفة، هذا بحر الكرم عزم للوفد يفتح مضيفة، وغردت الأطيار باسمه صاحوا بجفوف السخية نور أبو هذا نور الله. آخر فقرتين. هذا نور الله ببلاده صاحب أخصال الكريمة، وهذا لطف الله بعباده ورحمته وهذا نعيمه. اسمع على قلب. وهذا للضايع دخيرة ولليتيم ولليتيمة، وهذا للضايع ذخيرة ولليتيم ولليتيمة، هذا فاز اللي يحبه بالحياة السرمدية، يلتوالي للبتولة قوم هنئها بولدها، يلتوالي للبتولة قوم هنئها بولدها، وشارك الزغرة بفرحها ولا تتابع من حسدها، وللوصي رسل تهاني وبشر الشيعة بسعدها. اسمعني. ولاجل ابو القاسم تعنى وبشر بشبل الزكيه
نور نور الله حياتك نور أبو من عرش أبغر العالم النوب المختار الثاني أرفع منها نور أبو محمد تلالة أبهر العالم أبهر العالم النوب المختار ختام غامسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهو أبا حسن جميعا فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن أفضل الصلاة علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن المجتبى الحسين الشهيد بكربلاء السجاد علي الباقر محمد السجاد علي الباقر محمد الصادق جعفر الكاظم موسى الرضا علي الجواد محمد الهادي علي العسكري الحسن والخلف الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تشيعه بيتي الإسلام والناعي صاحي بصوت يالتي شيعون شيعيته وداعي الموت خالي وادعون يا تمنى بغيابه وفجعونه